يجب علينا ألا نبالغ في تناول الحلويات، لا سيما بعد الإفطار مباشرة، لأن ذلك قد يسبب المغص ومشكلات الهضم. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام 9 أشهر رمضان؟ قناة نون أحلى أوقات. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. الرابح مين؟ مع دي مولين. ورجعنا لكم أصدقائنا ببرنامجنا الرابح مين؟ مع دي مولين. رجعنا نرجع نذكر أرقام الاتصالات من السعودية 7-0-0-0-7-4-6-0 من باقي أنحاء العالم 0-0-8-8-2-1-6-2-2-2-2-2-7-7-4-1-6-6 هم من باقي أنحاء العالم صح؟ ننتظر اتصالاتكم جميعا حتى تشاركوا معنا. معنا اتصال، نحكي ألو؟ مين معنا؟ مين مرة؟ ألو أهلين، كيفك يا ملا؟ ملا الحمد لله. شو أخبارك؟ ملاك. ملاك سوري. طيب ملاك، نقي سلة من السلات، 1 ولا 2 ولا 3 3. ناخذ كرة أو طابة. طيب نسأل سؤال، ركزي معنا يا ملاك لحتى تدخلي معنا بالسحب. سؤال 21، ما الشيء الذي لا يبرد حتى لو وضعناه في الثلج؟ ما الشيء الذي لا يبرد حتى لو وضعناه في الثلاجة؟ في الثلاجة. لا، أعطيكي خيارات. فلفل اللي بحرق، اللي ما له عمره برد. البقدونس ولا الثلج؟ فلفل. شو؟ الفلفل. خيار. برافو عليكي، جواب صحيح. تدخلي معنا السحب. على السحب ان شاء الله تفوز معنا من حليب رونا جرو 200 ريال فلوس دي مقدمة صح. طيب شو لين؟ ايش كنت بتحكي؟ بدي احكي، بدي اياكي ابتهالات رمضان. 8 سمعك ابتهالات رمضان. طيب
يا من بعثت مطمنا لمكارم الأخلاق، هذه المكارم كلها من نبعك الدفاق، أخرجتنا من جهلنا للعلم والإخراق، ولقد تركت شريعة مهتمة الأفاق. خلاص سمعنا؟ سمعنا. نرجع لأغنية سهل. واو! ننتظر اتصالاتكم جميعا لتدخلوا معنا في هاي المسابقة، صح؟ صح صح صح. أكيد؟ طيب أكيد. كنا نحكي عن هلأ كل حدا وقعت ورقة. طيب طبعاً. كنا نحكي عن هلأ كل حدا برمضان بعتبر أن رمضان هو وقت للمسلسلات للتلفزيون. هذا صح؟ لا، هو وقت للعبادة. صح، والصلاة والصوم. صح، يعني كل إشي نضلنا نتابع مسلسلات وقصص. لا ما بصير هذا، لازم أبداً. يعني عشان لازم عبادة الله، عشان لأنه نستغل هذا الوقت بالعبادة. صح؟ روح اتصال. ألو، ما أنا اتصال اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. مين معي؟ كيفك يا ريماس؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ ريماس، واحد ولا اثنين ولا ثلاث؟ اختاري سلة. ثلاث. ثلاث. يلا خذ. بسم الله. بنا. يا الله. اسمعينا من يا ريماس، اسمعينا من التليفون ووطي صوت التلفزيون. معلش، خذي هاي ثلاث. معلش وقعت الورقة. كمان سؤال. ايه. اوكي. سؤال رقم 32، ماذا تسمى الأصبع الصغرى في يد الإنسان؟ هذا الأصبع إيش بتسمى؟ إيش اسمه هذا الأصبع؟ هاد صغير. السبابة أم البنصر أم الخنصر؟ أم الخنصر. خنصر. يلا 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 خنصر. الخنصر. برافو عليكي، دخلتي معنا على السحب، وان شاء الله تفوزي معنا ب 200 ريال سعودي مقدمه من حليب رانا جرو. خلاص جمله. طيب، هاي دخلت معنا على السحب، وان شاء الله راح نعلن اسم الفائز باخر الحلقه. طيب نرجع نسكر أرقام الاتصالات. يلا. من السعودية 7000-7460. من باقي أنحاء العالم 0088-6216-227-4166. ماشي. هلأ كنا نروح فاصل ونرجع لكم. فاصل منواصل. الرابح مين؟ هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. علمني أن أهتم بالنبات وأن أكون شجاعاً صادقاً وأن لا أكذب. من صفاته المحبة، ومن أخلاقه الكرم. طلب مني ألا أغضب وأن أسامح الأصحاب. أوصاني بمساعدة أمي لأكسب رضاها. علمني أيضاً الرفق بالحيوان، عنه أقرأ ومنه أتعلم. بالطبع أنا أتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. موسيقى.
ينصح بتحضير العصائر الرمضانية في المنزل وتجنب شرائها من الباعة المتجولين، لأن هذه الأخيرة قد تكون ملوثة. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. هل تعلم؟ هل تعلم أن أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد قباء؟ قناة نون أحلى أوقاتي. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. رجعنا لكم أصدقائنا برنامجنا الرابح مين؟ مع دي مولين. حبينا نذكركم أرقام الاتصالات مرة تانية من السعودية. هلأ عنا رقمين من السعودية 7000-7401، ومن السعودية كمان 7000-7466 و 60 سوري من باقي أنحاء العالم 00-88-216-22 7-7-4-166. دي أعيد لكم رقم السعودية عشان يمكن خربطتكم. نعيد 7000-7460 وكمان 7000-7401. فهاي أرقام اتصالات من السعودية وأرقام من باقي أنحاء العالم. خلاص؟ رقم باقي أنحاء العالم. خلاص. طيب وإيش كنا نحكي؟ كنا نحكي عن تضييع الوقت. صح، عن تضييع الوقت. هلا في كثير ناس يعني بفكروا انه رمضان هو شهر عشان نحضر مسلسلات ومسلسلات جديده، بس بالعكس غلط. عشان رمضان هو اصلا شهر لازم نستغله، عشان هو بيجي بس مره بالسنه. ولازم نستغله عشان بيكون فيه يعني حسنات كثيره واجر. صح، يكون اجر مضاعف طبعا رمضان، فبيكون احسن. صح. خلص. طيب، ونحكي لكل المسابقين انهم يقدروا يتصلوا معنا ويشاركوا معنا عشان يربحوا، يدخلوا معنا بالسحب ويربحوا معنا 200 ريال سعودي. فهموا اللعبة؟ خذوا من حليب رانجا. اذا حفاميهم. طيب، اللعبة اللي ما يعني ما شاف وهلا فات على قناة نون بده يعرف ايش اللعبة. لازم احنا نسألك ايش اي رقم بدك، المتصل رح يجاوب اي رقم بده. رح نسألك واحد او اثنين او ثلاث. ايوة. رح ناخد كرة، نسألك السؤال اللي جوات هاي الكرة. اذا بدك خيارات رح نعطيك. ومشان هذا، مشان تربح معنا، احنا رح نساعدك طبعا. تدخل معنا السحب اذا جاوبت جواب صحيح. تربح معنا 200 ريال سعودي مقدمة من حليب رانا جرو. نعلن اسم الفائز بآخر الحلقة. صح؟ وإن شاء الله يعني احنا كمان نحكي اذا يعني الفائز اللي بيجي مصاري، يعني انا لو رح اخذ هدول 200 ريال سعودي رح اتبرع فيهم. انا رح اتبرع فيهم. صح، انا رح اتبرع فيهم وممكن اروح مثلا اشتري اواعي للفقراء او لليتامى. مثلا باخذ مثلا يتيم او فقير باخده معي مثلا على السوق، بروح بشتري له مثلا بلوزه للبلوزه الجيد. صح. اتصل. احكي. الو مين معنا؟ شكله ما في صوت. الو مين معنا؟ الو مين معنا؟ فقد الاتصال. لا هي ما. الو مين معنا؟ علي. علي عبد الله من السودان. علي كيفك يا علي؟
علي اختار سلة من السلات، واحد ولا اثنين ولا ثلاث؟ واحد. شوف رقم واحد. رح يكون في سؤال. رقم السؤال، رقم السؤال هو 55. أين يقع برج خليفة؟ اللي هو أطول برج. في دبي. صحيح. صحيح. دخلتي معنا بالسحب. معنا بالسحب وراح إن شاء الله تفوز معنا 200 ريال سعودي مقدمة من حليب رونالدو. طب هاي حلو، هاي في كتير ناس عم يجاوبوا الجواب صحيحة وعم يدخل معنا بالسحب صح؟ فنتمنى يعني نشوف ونشوف رح نتفاجأ بالاسم يعني بمين رح يفوز معنا 200 ريال. طبعا لازم نعرف الرابح مين. مع ديما وليه مع احلى قناه كمان صح، قناه نون. نون واحلى جمهور، جمهورنا الحبيب. صح حلو. طيب نرجع نذكر ارقام الاتصالات، عندنا من السعوديه 7000 7460 و7 7000 7401 ومن باقي انحاء العالم 0088-216-22-774-166. ننتظر اتصالاتكم، ننتظر اتصالاتكم على برنامجنا رابح مين؟ عديبة مولين حتدخل معنا في السحب صح؟ صح. طيب هلا انت بس يعني شوفوا مثلا برنامجنا، انت عن نفسك ايش بتشوف انه احنا ببرنامجنا ايش بنعطيهم؟ العلم صح. بنعطيهم المعرفه. مثلا هلا السؤال كان ما اين يقع برج خليفه، في ناس ممكن ما يعرفوا صح، بس اتوقع انه كلنا بنعرف. بس ممكن في ناس ما بيعرفوا. في صح. ناس ايوه ما بيعرفوا، فانه هو بيقع بدبي بالامارات، عاصمة دبي. ايوه لا يعني الامارات فيها دبي مش ما فيها الامارات. طيب انا ايش بقول؟ بقول طيب. الامارات اللي عاصمتها دبي. طيب عاصمتها ابو ظبي. عاصمتها ابو ظبي بس فيها دبي يعني. المهم فيها دبي. مش بالعواصم مشكله احنا عندنا كثير بنحفظ بالكتاب يعني. لازم انتي نعطيك الدروس تويت للعواصم. طيب فبرج خليفة بيقع بدبي. دبي. دبي. فباخدوا هاي المعلومة بيستفيدوا منها صح؟ طبعاً. وإذا أي حدا سألهم هم ممكن يجاوبوا على هذا السؤال، ممكن يكونوا عرفوا من هذا البرنامج. فبجاوبوا على هذا السؤال يكونوا بيّنوا إن هم شاطرين، عشان هم جد شاطرين بيكونوا تعلموا منا صح؟ طبعاً. صح. طيب يعني مايا وين اجت اليوم ولا لا؟ مايا لا نايمة ولا صاحية؟ تعرف هي بتلعب هلا، بتكون بتحضرني على التي في وبتلعب. اصحاب تاكل. يعني تعرف في حياة الصغار ملخبطة دائما. صح يعني حياتهم نوم واكل وشرب ولعب ونوم واكل وشرب ولعب نوم نوم نوم. الحياة يعني مخربطة. صح؟ طب عملك مثلا انت وما عملتوا اشي مع بعض زي فاجأتوا ماما وفاجأتوا بابا في اليوم؟ عملنا اسوارة لماما، عملنا ميدالية لبابا. كتير حلو. اعطيتهم اياها هدية؟ اعطيتها اياها هدية؟ ويعني انبسطوا وخلوهم عندهم زي ذكرى. صح؟ بابا حتى على المفتاح سيارته، وماما لبستها وقت ما كان لما تتعز مثلا مش امبارح قبل امبارح. حلو كتير. فهيك بتصيروا انتوا دائما مثلا بس مثلا يطلعوا ويشوفوا بيتذكروكم هيك بحكوا لكم انه مع مثلا ما احلاها من سوتها وبصيروا يفتخروا فيها صح؟ طبعا. طيب انا طبعا بوجه تحيه لماما. انا كمان صح طبعا بوجه تحيه لكل رمايا. طيب معنا اتصال. اتصال. ما فيش اتصال خلص. لا فكرت تحمست. يا في اتصال. في اتصال. اوكي خلاص. مين معنا؟ الو 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 مين معنا؟ مين معنا؟ مرحبا. اهلين كيفك؟ مين معنا؟ مين معنا؟
فدوى؟ نعم. كيفك يا فدوى؟ الحمد لله. فدوى بدك من أي سلة، واحد ولا اثنين ولا ثلاث؟ واحد. ناخذ الكرة ونشوف ايش السؤال. معك بس 30 ثانية تركز معنا صح؟ سؤال 38، ما الحيوان الذي يستطيع حك أذنيه بأنفه؟ ال أنا بعرف الجواب. تعرفي؟ بعرف. طيب لا أنا نستناها تجاوب. طيب ما الحيوان الذي يستطيع حك أذنيه بأنفه؟ أحكيك أعطيك خيارات؟ يلا أعطيكي الزرافة. لا نحكي أنا ممكن أنا بس لا الضفدع أم الفيل؟ عنده دينين كبار وعنده خطوط. الفيل توقع بقدر يلفه يسوي. الفيل إيش اللي عنده خرطوم؟ أيوة إيش؟ بسرعة بسرعة بسرعة. توقع إنه هي مش معنا الخط. إيش؟ الفيل. الفيل. برافو عليكي، دخلتي معنا على السحر اللي حتفوزي معنا 200 ريال يا سعودي، مقدمة من حليب رونا جرو. صحيح جوابها الفيل. عنده والله تعرف الفيل كثير ضخم صح؟ اها. وعنده خطوم كثير طويل. تعرف يعني هو بيشرب فيه المي، يعني بيشرب فيه المي. بيروح يعني هذا بيشرب فيه مي، بيحب كمان اللي هو الفول السوداني. الفول السوداني صح؟ بحب ياكل. عمرك ركبتي على فيل انت بحياتك؟ لا ولا انا بس يعني لانه موجود ب اي ثينك سريلانكا وهيك او هند. في ماليزيا كمان. اتصل. مين معنا؟ الو 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 مين معنا؟ الو أنا. مين معنا؟ مرحبا. مين معنا؟ سبا. كيفك يا سبا؟ سبا صالح. كيفك يا سبا؟ الحمد لله. انتو كيفكم؟ شو اخباركم؟ الحمد لله. سبا اختاري سلة، واحد ولا اثنين ولا ثلاث؟ بدي اختار واحد. واحد. واحد يا سبا. طلع. يا الله يا الله يا الله يا كريم. سبا السؤال بيقول، السؤال رقم 22. سبا السؤال بيقول، يلا هلا نحكي السؤال. ما المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مكة، المدينة، أم الحبشة؟ ما المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المدينة. نقطع الاتصال. انقطع. هي المدينة. هي المدينة. المدينة المنورة طبعا. بس هلا ان شاء الله بتحاول معنا بالمرة الجاي تسألها سؤال تاني تدخل معنا على السحب. السحب رح تفوز معنا بايش؟ ب200 ريال سعودي مقدمة من حليب رونا جرو. اوكي. المدينة المنورة ايش فيها؟ مسجد نبوي صح؟ فيها المسجد النبوي، سميت بالمدينة المنورة لأن الرسول هاجر إليها فإنه نورها، زي كان بيحكوا إنه هو نورها فسموها المدينة المنورة اللي يعني نورها الرسول. هيك صح بيحكوا بكتاب. وبتعرفي ايش ال صح؟ احنا بنحكي عنا الحرم هو، وعندنا المسجد المدينة المنورة، وايش والمسجد الاقصى صح؟ وبتعرفي ان المسجد الاقصى هو اولى القبلتين وثالث اوكي يلا اولى القبلتين وثالث الحرمين يلا اوكي. نحكي الو مين معنا؟ الو مين معنا؟ الو مين معنا؟ متحمس. مين معنا؟ مين؟ الو مين؟ اسمعنا من التليفون واتصلت التلفزيون. نوف. نور. مين؟ صوت شوي بقطع. نور. لا يا نور سلة من السلات، واحد ولا اثنين ولا ثلاث؟
شو يا نور؟ شو يا نور؟ اثنين؟ يلا ناخذ اثنين؟ يلا ماشي. ركزي معنا يا نور، اسمع السؤال. يلا سؤال 39. ما الشيء الذي كلما أخذت منه كبر؟ كل شيء تاخذ منه بكبر. عرفته. طب أنا راح أحكي لك الخيارات يا نور. طيب الماء أم الحفرة أم قلم الرصاص؟ يعني الحفرة. برافو عليكي. ودخلت معنا على السحب، دخلت معنا على السحب لا حد تفوز معنا 200 ريال سعودي مقدمة من حليب رانا جرو. صح. صحيح. ايش هذا السمايلي فيس اللي لابستي؟ هذا عشان تعبري عن انك انت مبسوطة. سعيدة مبسوطة. انت بقى سمعت يعني سمعت من حدا انه انت بتعرفي ترسمي، بتعرف تعملي كب كيك، بتقدر ترسمي عليه سمايلي فيس وكوكيز كمان. ايوه كمان احنا مصممين يعني. طيب واو. بيوم الام انا عملت شفت بدعايه عملت كب كيكس عليهم كيكس. ماما على ماما ماما كان عملهم كانوا كثير ذكيين. صح. يعني انت بتعرف تعمل بصراحه طبيخه ماهره. الله يخليك يا محمد. يعني اعلمك كيف تعمل الكوكيز. تجعلنا اليوم؟ لا هو بعد الصيام. بعد يعني بعد الصيام مش اعلمك. طيب انت ايش بتعرفي تطبخي كمان غير الكوكيز والكوكيز؟ بتعرفي تعملي كيك؟ شاي. يعني كله حلويات. ما بتعرفي تعملي شيء؟ بلا ممكن اعمل. تعرفي تعملي منسف؟ لا منسف كثير صعب. لا مش لهالدرجة. طب مقلوبة؟ انا ممكن بعرف اعمل سلطة. طب كبسة؟ طب مسخن؟ مسخن بعرف. بتعرف تعملي؟ بجيب خبز ثم وبقلي. يعني شو بتعرف تاكلي بس ما بتعرف تاكلي. طيب بس يعني بتحب، كل حدا بيحب الاكل. كل حدا بيحب الاكل هدول. بس طبخ يعني انا بحب الطبخ بالطريقه دي. طبخ صار يعني هي عندي هوايه عشان انا كثير بحب اعمل كوكيز. كثير بحب اعمل. قولي انا بحب اكثر شيء. بس ايش خصمي؟ طب معلش بس ناكل بعد الفطور. صح. نعمل كب كيكس. نعمل كوكيز. كوكيز. اسمعي انا اليوم ببعتك الصوره مشان نحطها على الفيسبوك. طيب مشان يشوفوها الناس. ماشي. تعمل تعملي كوكيز. كوكيز. ايش تحبي كوكيز تكون؟ هي تكون يعني يعني جواها هي تكون مثلا شوكليت كوكي ولا تكون عادي كوكي؟ لا عادية. انا بعمل كوكيز وبجيب الايسينج العجينه السكريه. أيوة. بعمل منها اشكال وبعمل منها شكل. انا بحكي انه زي هدول الاشكال بعمل عشان احنا صايمين وعم نتشهون. جديا. طيب نرجع نذكر ارقام الاتصالات من السعوديه 7-0-0-0-7-4-6-0 من باقي انحاء العالم. خلصت. صح. رقمين 7-0-0-0-7-4-0-1 ومن باقي انحاء العالم 0-0-8-8-2-1-6-2-2-7-7-4-1-6-6 خلاص انت حفظتيه. بحكي نغير رقمك نحط هذا الرقم. ايش هذا الرقم عشان انت حفظتيه؟ خلاص خلاص رح تصدر. بس انا حافظ رقمي كمان. لا بس تحكيهاش. طيب اصدقائنا احنا كلنا نستنى اتصالاتكم لحتى تشاركوا معنا ب الرابح. مين معدي؟ معنا اتصال. اتصال. طيب انا اخذه ولا اديه؟ خذي. يلا يلا. الو الو مين معنا؟ الو الو مين معنا؟ عمر. عمر عمر كيفك يا عمر؟ عمر اختار اختار سلة واحد ولا اثنين ولا ثلاث؟ ثلاث 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 يلا ثلاث ثلاث يلا ناخذ سؤال. رقم السؤال ورقم السؤال واحد
13 سوري رقم السؤال 13. ما اسم أقرب كوب كوكب إلى الشمس؟ ما اسم أقرب كوكب إلى الشمس؟ إيش برافو عليك واسمك دخل معنا في السحب وإن شاء الله تفوز معنا بمنتال ريال سعودي مقدم من حليب رونا جرو إن شاء الله تفوز يا الله خلاص طيب يا أصدقائنا ما مستنيين اتصالاتكم بهذا البرنامج رابح مين مع ديما ولين ديما ولين ديما ولين ديما ولين طيب حابة توجهي أي تحيات لصحباتك أو إشي؟ بحب أوجه تحية لصحباتي بحب أوجه تحية كبيرة لتيتا أيوة ولأختي مايا ولماما ولكل حدا بحب أوجه تحية إليك بحب أوجه تحية لجمهوري بحب أوجه تحية كمان لمين لكل حدا لكل حدا خلص في العالم كل حدا طيب وأنا كمان بوجه تحية لصحباتي ولأهلي ولماما ولبابا ولتيتا ولسيدو بحكيهم الله يطول بعمركم يا الله لعم المصور طيب ونطلع فاصل ونرجع لكم بس قبل ما نطلع فاصل ناخذ اتصال يلا مين يحكي الو مين معنا مين معنا معنا اتصال مين الو مين معنا شكرا خلص اذا بنروح لفاصل وبنرجع للاتصال معلش معلش اذا فاصل منواصل اوكي حماس فاصل منواصل هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو شجاعاً صادقاً ولا أكذب من صفاته المحبة ومن أخلاقه الكرم طلب مني ألا أغضب وأن أسامح الأصحاب أوصاني بمساعدة أمي لأكسب رضاها علمني أيضا الرفق بالحيوان عنه أقرأ ومنه أتعلم بالطبع أنا أتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينصح بتحضير العصائر الرمضانية في المنزل وتجنب شرائها من الباعة المتجولين لأن هذه الأخيرة قد تكون ملوثة هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو هل تعلم أن أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد قباء؟ قناة نون
أحلى أوقاتي. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. ورجعنا لكم أصدقائنا عشان نعلن اسم الرابح معنا. فأنا حابة قبل ما نعلن أشكر كل اللي اتصلوا معنا وبحكي لهم كمان اللي هلأ ما حياخد فرصة أنه يربح معنا بتقدر تاخد فرصة تربح معنا بالحلقة الجاية إن شاء الله يوم الاثنين. ويعني بنتمنى للفائز أنه يتهنى بهدول المصاري اللي حيربحهم. ويعني لين هي رح تطلع الاسم يا الله. ويعني لين يعني هيك بدنا يعني كثير لازم اخلطه منيح واعطونا الطبله عشان شوي. يلا 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 يمين يسار يا الله يا كمان مره طبله كمان مره كمان مره حرك 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 شو طلع معك اسم ولا لسه احرك لسه كمان الله حكي كان طبله 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 يا جماعه إيه لا بدنا طبله ايوه اها يلا طلعي اها والاسم الرابح معنا هو مهرة من الإمارات. مهرة من الإمارات مبروك يا مهرة من الإمارات مبروك مهرة برافو مهرة من الإمارات أوكي مبروك يا مهرة ربحتي معنا 200 ريال مقدمين من حليب رونا جرو وإن شاء الله تكوني تتني فيهم وتربحيهم وإذا بدك يعني تتبرع فيهم أو تشتري هدية فيهم أو أي شيء وبحكي شكراً لكل اللي تواصلوا معنا ومنحبكم كثير أنا ولين نعم والرابح مين كان؟ مهرة مع ديما ولين إذن مهرة كانت الرابحة مع ديما ولين وإن شاء الله نشوفكم الاثنين اللي جاي بحالة جديدة من الرابح مين مع ديما ولين وبدنا نغني أغنية هيك يعني أغنية حلوة الرابح مين مع ديما ولين هاي صغيرة أغنية أغنية هيك عشان تصفها رونا جرو رونا طيب لا هو إحنا بنهني لكل الفائزين وبنحكي لها مبروك بدل 200 ريال سعودي اللي ربحتيهم وايش بتحبي تحكي لها لمهرة؟ بحب احكي لها لمهرة مبروك عليكي وبحب اقول لك ان شاء الله تستمتع بهدول المصاري وبحب اقول لك اذا تصدقت فيهم الله رح يعطيك اجر كثير كبير صحيح عشان احنا هلا برمضان واجر الصدقه كثير كبير كثير كبير صح تخيلي انت تصومي وتتصدقي قديش رح يكون عندك اجر اكبر من هيك كثير كبير كثير رح يكون كبير كثير من هون لعيني طيب وهيك يا أصدقائي نكون خلصنا حلقتنا لليوم ونشوفكم يوم الاثنين الرابح مين مع ديما ولين ونشوفكم يوم الاثنين زي ما انت حكيتي ما بدي تشيها بعيني وحاولوا معنا بالحلقة الجاية تتصلوا معنا وتربحوا معنا بالرابح مين مع ديما ولين الرابح مين مع ديما ولين هو نرجع نذكر انه هو كل سبت واثنين واربعة من الساعة 4 to 5:30 انتظرونا الاثنين الجاي مع السلامة كلكم الرابح مين مع ديما ولين وانتظرونا الى اللقاء
هذا